بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أتشرف اليوم أن أكون في مدينة الشهادة والقيم. الإنسان حقيقة يفرح يشوف هذه الوفود وهذا التقاطر لزيارة الإمام الحسين عليه السلام وأخيه العباس. هذا النموذج للتكامل الاجتماعي في العراق، كيف يتعاون العراقيين من أكبر مسؤول إلى أصغر مواطن في التساوي في خدمة هذه الزيارة. أحب أن أشكر الكادر الخدمات اللي قدم خدمات لهذه الملايين من الزوار بهذه الظروف الصعبة. هذا يقدم دليل على حجم احترام العراقيين لقيمهم الدينية، لقيمهم الروحية، وكيفية هذه القيم تجمعهم على كل الاختلافات في المجالات الثقافية والمذهبية. شفنا بالطريق كل عراقيين بغض النظر عن مذهبه وطائفته وقوميته، وشفنا اعلام لدول كذلك ندل على شيء على ان العراق موقعه واهميته وارثه التاريخي ووجود عتبات مقدسه تعطي العراق اهميه خاصه، وعليه يجب ان نخدم هؤلاء الزوار ونقدم لهم الدعم. هذا ليس واجب الدوله فقط، وانما واجب كل مسؤول وكل مواطن عراقي ان يقوم في خدمه هؤلاء الزوار. اليوم احنا موجودين بيناتكم لنثني على عملكم، نشكركم على ما قمتم به وما قدمتوا له هذه الزوار بهذه الظروف وبهذه التحديات، بالرغم من كل القضايا الصعبة اللي حولتوها إلى فرص نجاح وقصص نجاح. حبيت أشكركم على هذا الجهد، وجاي نستمع إلى احتياجاتكم وظروفكم حتى نساعدكم حتى نعبر هذه الزيارة، وكذلك نتهيئ لانتخابات مصيرية تخدم العراق وتغير مجرى الحياة السياسية نحو مشروع إصلاح حقيقي يخدم العراقيين، يوحد العراقيين بعدما كانوا بظروف مروا بها في عام 2016 إن شاء الله ما تتكرر. اللي نطلع من الدرس اليوم نطلع به بكل تأكيد إن شاء الله نشوف في الانتخابات كذلك إقبال ملايين العراقيين للتغيير وإصلاح بلدهم وبالمشاركة بصنع القرار. مرة ثانية أشكر السيد المحافظ، أشكر السادة مدراء الإدارات الخدماتية، القادة الميدانيين، القادة العسكريين لما وفروه من أمن ودعم لهذه الزيارة.